السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين الخوت؟ بخير عليكم، كلشي مزيان، الأحوال بعدا ما كاين ما يشوش. الله يحفظكم جميعا الإخوان جميعا. الحمد لله عاوتاني رجعنا لكم فيديو آخر. سبحان الله العظيم، كل نهار كنديرو فيديو على حمامات، كل نهار كنديرو فيديو على حمامات. الحمد لله الخوت، كيف كنقول لكم، ديك الطوبية باك أورانج ديك الأم ديالها سماريا ثلاثة المرات، ها هي الحمد لله جات ومغيسة حتى هي وعمرة بالدبانة. الحمد لله، اليوم الجمعة 28/5/2021. يلا جيت من الخدمة، نشوفو متى الساعة، نشوفو معايا وقتاش جات. وجات اليوم تاع الكونستاتور كتبين لينا، نشوفو وقتاش جات، نشدوها بعدا نشوفوها هي عاد نشوفو الكونستاتور. الحمد لله بعدا منين جات هادي مهلوكة بزاف. هانتوما الدبانة، شوف شوف ها الدبانة الخوت، هايا شي دبانة فايا. الله منين جايبها الدبانة خصها انتي نقتلوها. ها موتي موتي موتي. بالنسبة للحميمية هادي راه ضعوفية، هانتوما كيف كتلاحظو ها ضعيفة، كيف قلنا نفسها بحال ها دبانة أخرى، طارت دبانة أخرى هي. سير شوف الرجلين كي دايرين، شوف الباك كيداير بالغيس ورجليها كيدايره بالغيس. هاد الحمامه كيف قلت لكم هادي الام ديالها سماريا بالدبلومات ثلاثه المرات، جوج ضربه السماره، جوج دو فوا، جوج مرات السماره بالدبلوم، وضربه اخ في النير بالدبلوم. اخ في النير كان داز عندنا واحد الاخ في النير، ما دخلها حتى شي واحد هنا، ماشي ما نقولوا حتى شي واحد، يعني ابطال عندنا هنا في سلابي بدون ذكر اسماء، ابطال ما دخلوهاش. ها هو الكاشي باقي فيها ديال بكرة، شوف الكاشي ديال بكرة هو باقي فيها، وهنا الكاشي الحمر يكون هنا، ها هو الكاشي الحمر هذا ديال بكرة، شوف لأن هادي بكرة هي وهي صيفطناها الحمد لله جات. هادي كنت كنتمنى تجي ليا نتي، وهادي ما بغيتش نضيع فيها والحمد لله ها هي جات. هاد المطلق راه كيف قلنا كارثي على كلشي. ندخلوها السيري ديالها باش ندير لكم غير السيري ديالها، ها هو 6811 انا ما كنظنش، ها 811 يا الغيس 6811. نشوفها معايا شي كونستاتات، اجيو معايا نشوفو الكونستاتور. يلا دابا جينا، دابا راه تقريبا تكون شي 8 وشي حاجه، حنا نشوفو الكونستاتور هو اللي عطينا كلشي ما جات. اللهم بارك، جات مع الخمسة د الصباح، والله الا مع الخمسة د الصباح جات، هاهي الخمسة الخمسة و لا أييه الخمسة د الصباح ماهيش دخلت، الخمسة و 28 سبحان الله. هاهي 8/25 هنا كيف شتو، 8/25 ها السيري ديالها، هاهي 6811 لي قلنا، الخمسة د الصباح ماهيش دخلت، وكان عليها تدخل مع الخمسة د الصباح. ها نتوما كيف لاحظتو هنا، شوفو الساعة 7:16، يعني 8:16 دابا، يعني دابا 8:16 الحمد لله والشكر لله. منين جاتنا هاد الحميمة ما بغيناش نضيعو فيها، لأن كيف قلت لكم هاد الحمامة راه الأم ديالها ضاربة عن جدارة وسحقة بالدبلومات ديالها، والأم ديالها راه مشات ليا في داك المطلق، المطلق اللي دارت عصبة الغرب ديال العيون، المطلق لي العيون ولا معرفت السمارة، يمكن السمارة كانوا باغيين يطلقو لنا بكرة البيروج كيغوت، غنسد داك الباب معرفت مالو هاد البيروج. سكتونا يا هانتوما سكتونا، الله يهديكم. كيف قلت لكم الخوت، مشات ليا الام ديالها بداك المطلق الكارثي ديال السماره ولا العيون ولا ما شنو، كانت نظمات عصبه الغرب، وكان شي واحد كان كيقول لهم ما تطلقوش الحمام، الجو كارثي، الجو كارثي، رجعوا الحمام. هما لا، هما بقاو تماك نهار يومين ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام، وكيعلفوا الحمام غير الدره الحمراء،
واش سبحان الله عادي حتى شي واحد ما هضر في هذا الموضوع، واش خايفين ولا ما فهمتش كيفاش. غير الدره الحمراء بحال كيالفوا البهايم، غير الدره الحمراء حنا خصو السكريات، خصو البروتينات، خصو الاملاح المعدنيه، خصو الفيتامينات، خصو الفيتامين ا وفيتامين خ وفيتامين بي وفيتامين جي، ولين هادشي كاع ما فكروا في هادشي، ما خداتوش في عين الاعتبار. يعني الدره الحمراء وكيعطيو الحمام كيالفوا بحال البهايم، السيكاليم ديال الدجاج بحال هكا، الدره الحمراء والماء، الدره الحمراء وكي غادي يكون هاد الحمام. وعاوتاني ما فكروش بان الحمام هو وصل لبوانيا غامعقود بحال الحبس، الحمام ما مسوفليش كي غادي يطيح. يعني هنا فين كتكون التجربه، هنا فين كنهضروا على التجربه، يعني واش كاينه شي تجربه، واش كاين شي، يعني هنا فين كتعرف التمرس، واش كاين، يعني واش كاين بنادم واش كيعرف الحاجه اولا ما كيعرفش بالعربيه. ملي غتسد على الحمام 8 ايام ولا 9 ايام وانت سد عليه في البوانيه وكيضرب غير الدره الحمراء والماء، الدره الحمراء والماء، كيف يعقل، كيف يعقل ان هذا الحمام غادي يضرب لك 900 كيلومتر؟ كيف يعقل 900 كيلومتر انه غادي يضربها؟ راه صعيب الحال والله العظيم. الا مشى ليا في حمام بحال دورا وهضر، قلت لك الا مشى ليا في حمام والله الا كيف قالوا بالوريقات ديالو بالدبلومات ديالو، حمام ممتاز ديال الطاويل الممتاز، والله الا بالدبلومات ديالو مشى ليا داك الحمام. وسكتنا شنا عباد الله كامله سكتت، حنا سكتنا اش غادي دير؟ ما عندنا ما نديرو، وكان غير شي تعويض غادي يعوضوك. وكنا بحال اوروبا ولا مثلا، يعني كي داير بنادم الخطا كيعترف به ولا هادي، ماشي حنا والو صافي، مول امانه دا امانته. كيف قلنا الام ديال هاد النتوى راه مشات ليا في هاد المطلق، راه الدبلومات عندي لتحت، وضربات واحد السماره اللي كتعطينا 930 كيلومتر، ضربات واحد السماره راه شنقول لكم بحال هاد المطلق الجايحه، ودخلات بالدبلوم الصهد وهذا وهذا، ودخلات بالدبلوم غادي كديكلارا، وضربات اخ في النير كتعطينا 835. اخ في النير عندي كلشي في الدبلوم ديالها مقيد المسافه 835 اللي كتعطينا، ضربات عن جدارة واستحقاق مع الوحده ونص الغد اللي دخلات وبالدبلوم ديالها. وكانوا قلت لك ابطال عندنا هنا في سلامه، ما دخلوهاش حنا، ما علينا ما نزيدوش نطولوا باش ما نزيدوش نعضوا في هذا. كنتمناو يبانوا لنا حميمات اخرين. دابا باقي ليا من ناحيه هذو ديال بكرة، باقي ليا ذكر واحد اللي هو العيوني، عيوني وبكراي هذاك. انا قلت هذاك ما غاديش يضيع ان شاء الله، مادام جات هاد النت وجات ليا قبل منها، وجا داك الذكر، هو داك الذكر بعدا راه جا في الغد اللي جا في الديكلاراسيون، راه داخل في الديكلاراسيون. بالنسبه ما عرفتش شكون اللي سولني في الكومونتير قال لي الريزلت اخويا خرجات تكلاسيت 51، تكلاسيت 51، يعني انا ما مديكلاريش، انا عارف راسي ما مديكلاريش. هادشي اللي كانوا الخوت، ما نزيدش نطول عليكم. الحمد لله منين رجعت لنادي نتوما هادي كنت باغي نلاقيها، يعني تقدر هي ما تلعبش وليني الاولاد ديالها يلعبوا، لان شحال من حمامه ما كتلعبش وهي كتكون روبروديكتور، يعني ما كتلعبش وانما ولادها كيلعبوا. بالتجربه هاد القضيه هادي راه جربناها بالتجربه، راه شحال من حمامه ما كتلعبش وليني ولاد، ولي كتكون سلاله اصلا كتلعب. يلا خوت، السلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو جاي ان شاء الله، وخليكم معنا تنكملوا هذا الفيديو. دابا نمشي نعس في حالي، نجي من الجامعه ان شاء الله ونكملوا هذا الفيديو. والحمد لله منين جاتنا بعدا هاد النتوى راه كنت كنقولوا الحمد لله. فينا هي مسكينه؟ شوفوها فينا هي، ها هي هادي اللي جات البارح، هي هادي الدفليه هادي البارح على ما كنظن جات هي هادي. والاخرى فينا هي، فينا هي، فينا هي، راه هي هي اللي مليت. يلا الخوت، السلام عليكم ورحمه الله، وجمعه مباركه الاخوان جميعا، جمعه مباركه ان شاء الله، ونتمنوا الخير لنا ولغيرنا ان شاء الله، اللهم يسر الجميع. وخليكم معنا حتى نكملوا هذا الفيديو ان شاء الله مع مور الغذاء ان شاء الله. يلا السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله الخوت، بخير عليكم، عوده مجدده. كيف قلنا الحمد لله والشكر لله، منين رجعت لنا هذه الانثى راه هي باقا داخل مع النتيوات، حتى الحمد لله ونشكروه. وتحيه لخوتنا وحبابنا جميعا في ارض الوطن وخارج ارض الوطن، ونتمنوا الخير للقدام ان شاء الله، والله اعلم واش غادي نطلقوا هذه الطنطا اللي بقات، ولا واخا نطلقوا غير حمامه نبقاو غاديين معاهم غير بحمامه، ولا جوج حمامات ولا ثلاثه حمامات، ما كاينش الاشكال. ونتمنوا الخير، نتمنوا الخير القدام ان شاء الله، نول الخير يجيب لك الله الخير. هذا مكان، وتحيه لخويا عبد الرحيم وخويا جهاد وخويا سمير وخويا مصطفى الاصل والاخ عبد الجبار وخويا مصطفى الفقيه بن صالح حتى هو ما نساوش، والاخوان السلاويين والرباطيين
تحيه لهم والكازا وتما اون جينيرال الناس ديال الخريبكا، وتحيه لخوتنا جميعا المغرب كامل اون جينيرال الدول العربيه ما نساوهمش. وهادشي اللي كاين الخوت، وتحيه لقناه سفير المعرفه، ونتمنوا الخير القدام ان شاء الله. هادشي اللي كاين، وكيف قلت لكم الخوت ان شاء الله ان شاء الله بحول الله نحاول ما امكن غادي نطلق هاد الطنطان كيف كنقول انا ديما الى الامام والى الامام. واخا هاد المطر هاد العام هذا هاد المطلق الاخراني اللي داز عندي انا صعيب، هو هاد الاخراني كانت الرياح كونطر وضاع، ماشي غير انا غضاع فيها الحمام بزاف، ماشي غير ليا انا، كيف كنقولوا راه ضاع الاخوان بزاف. ونتمنوا الخير والتيسير. هذا باكل ان شاء الله غادي نغبروا بحمامه ولا بجوج، واخا ما نبريباري ما والو، حيت لقوا الدراري غنديروا كونستاتور ديالنا حتى حنايا، وغادي ان شاء الله غادي نصيفطوا حمامه ولا جوج. هادشي اللي كان، وخليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. هذه واحد البيضة ديال واحد الحمامة ممتازة عندي، هاد البيضات حي كنحيدو لهم كيف لاحظتوا. بالنسبة للبيض ملي كتبيض الحمامة البيضة الأولى كتبيض البيضة الأولى كنحيدوها لها، كنحيد ليها البيضة كنخفيها وكنحط ليها بيضة ديال البلاستيك حتى تتبغي تبيض البيضة الثانية. دابا هادي مختش بيضة البارح أنا حيدتها ليها، اليوم ما تقلقش عليها وغدا ما تقلقش عليها حتى العشية. العشية باش تبغى تبيض البيضة الثانية حيدها البلاستيك ونحط ليها ديالها. هادي كنعلمها بالستيلو. وتحياتي لكم جميعا، وتحياتي لخوتنا وحبابنا جميعا في أرض الوطن وخارج أرض الوطن. والخوت بغيت غنتستشر معكم واحد القضية بالنسبة للسيفاكينول ديال البيطاري، واش كيداوي؟ واش بالتجربة ولا لا؟ هذا سؤال موجه الناس اللي خدموا بالسيفاكينول ديال البيطاري، يعني واش بغيت غنعرف واش كيداوي الباراتيفوز، لأني سمعت قال لك ديال البارا الله أعلم. هادشي اللي سمعت أنا ما عمرني خدمت به، سمعت بأنه ديال البارا والله أعلم، بغيت غنعرف
واش فري كيداوي الباراتيفوز ولا لا. ولي كومونتير راه كنقراهم ماشي كاملين، وانما كتدخل الساعه الاولى فاش كيتلاح الفيديو، الساعه الاولى ديالو لي كومونتير كنلقى كدا 40 كنلقى كدا 50 كدا 60 كنجاوب عليها كامله ولا ندير لها جيب كامله. يعني ما نكذبوش على الله، من بعد راه ما كندخلش ليهم، يعني ملي تيوليو 100 ولا 100 وشي حاجه كتجي صعيبه باش تقراهم كاملين. وتحياتي لخوتنا جميعا، والله يرحم الوالدين جميعا. انتما كيف كتلاحظوا هاد الشويه ديال الضوء اللي بقى الخوت واه العام عندي ساله. هاد بالاخص هاد المطلق هذا دا ليا حب وتبن كيف كيقولوا. 25 حمامه كتجي منهم 8 د الحمامات، النص باقي ما دخلناش. ولكن كيف كنقول ديما راه ماشي غير انا، راه ابطال ضاع عليهم الحمام، راه غير بنادم هام تنقول راه ما كيعرفون. كنهضر على مدينه سالا، ها كيسكتو بنادم تيحشم يقول لك حكا والواد راه جاوني غير قد القد. ما عدا واحد اللي قالها لي صديق ديالي، واحد اللي قال لي راه بقات لي 11 الحمامه، وواحد اخر عاوتاني تاهو نفس الديكور بقاو لي الحمام، قال لي ما طلعت عليا حتى حمامه. من بعد عاد جاو جوج حمامات فقط، اما الاخرين راه كيبقى بنادم بحال كيحشمان حتى كاع يضيع هاد الحمامه. انا راه حنا غادي نضيعو، حنا غادي نبقاو خالدين فيها، راه حنا غادي نمشيو. يلا ما نزيدش نطول عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.